كاتو بعشرين جنيه تزرع بصل ويكفي معاك. الوقت اللي احنا فيه ده البصل غالي جدا ماشي، فاحنا هنزرعه في البيت زي ما حضراتكم شايفين كده، هنعملها عملي قدامكم. دي اللي هنزرع فيها. عشان تعمل عازل للمية. نجيب التربة بتاعتنا نعمل حاجز للمية. ده كده هنعمل حاجز للمية. ده كده اللي انا بعمله، ده كده حاجز للميه عشان لما اجي ازقي الميه ما تنزلش في الجناب زي كده زي ما حضراتكم شايفين اهو. انا عامل حاجز اهو ماشي، عامل حاجز اهو في الايه هنا عشان الميه ما تنزلش. نبدا نزرع البصل اهو. فيما بعد هنزود له تراب عادي، نزود له المكان عشان يربي الراس. وقت اول ما البصل ده هيدق معايا هزود له التراب. ليه بقى هزود له تراب؟ عشان الراس تكبر معايا في الايه في اللي انا زرعه ده اهي زي ما انتم شايفين كده. جرجير، ده جرجير.
اهو زي كده. دي كده زراعة البصل. ما تنساش الاشتراك في القناة، ويا ريت كومنت صغير عشان نتواصل مع بعض.